سالم موسى من البصرة، يقول كيف يغتسل من الجنابة من كان في جسمه جرح أو كسر؟ إذا واحد بجسمه موجود جرح أو قرح، جرح بحيث الماء يضره، يعني إذا استعمل الماء اغتسل وغسل مكان الجرح أو مكان القرح الماء يضره، هنا يكون مخير. طبعا ماكو فرق أن يكون الجرح عليه جبيرة أو ما عليه جبيرة، يعني الجرح أو القرح عليه جبيرة أو مكشوف ما عليه جبيرة، ماكو فرق. يتخير ما بين الاغتسال وما بين التيمم، يريد يغتسل يريد يتيمم، يتخير واحد من عندهم. هذا إذا كان المانع عن الغسل شنو هو؟ جرح أو قرح. إذا كان المانع عن الغسل جرح أو قرح يتخير ما بين التيمم وما بين الاغتسال، يختار إما يتيمم أو يغتسل. أما إذا كان المانع عن الجرح، إذا كان المانع عن الاغتسال كسر، إذا كان المانع عن الاغتسال كسر وكان الكسر مجبر عليه جبيرة هذا الكسر، فيغتسل ويمسح على الجبيرة، يغسل كل جسمه ما عدا الجبيرة يمسح عليها. هذا إذا كان موضع الكسر عليه جبيرة. أما إذا كان موضع الكسر مكشوف فيتعين عليه التيمم.